de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perderla, saber que se la da y no la pierde. ولا كرة ضيعها أرطول في التمرير وفي الاستلام وفي المراوغة وفي عدم التضييع. يجب أن نبدأ من الآن الحديث عن أرطول ميلو اللاعب البرازيلي لفريق برشلونة. لاعب جاء اليوم دخل غدوة أساسي، جاء اليوم إلى برشلونة دخل بكرة أساسي وصار العمود الفقري في تشكيلة فريق برشلونة. أليس هذا هو تشافي في بداياته في أيامه الأولى؟
Thank you.